لكم وانطلاقة شوطنا هنا الخامس عشر في مجموع أشواط هذا الصباح، وشوطنا الخامس عشر الخاص باللقاية القعدان المحليات الأصايل هنا أيضا لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية والتحديات الجميلة. هنا نسير معكم بهذا الانطلاق ونسير في التحدي المميز الجميل هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع هذا الانطلاق، نتابع التحدي وصدارة هذا الشوط على المقدمة وعلى المركز الأول المرعوش الحمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري من يأتي على الصدارة، وعلى المركز الأول مثير لعبيد بن سعيد بن محمد المهيري من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك الانطلاقات والتحديات الجميلة. والقادم هنا شمردة لسعيد بن رغش بن حميد الدرعي من ينطلق بانطلاقته وتحدياته الجميلة، بينما أرى التسللات هنا والتحدي والجميل وشعار الشامس من يأتينا بهذا الانطلاق هنا والتحدي الجميل مع الصياد وتعود وسيد عبد الله بن علي بن عبيد الشامس من ينطلق هنا بهذه الانطلاقات. ووصل هنا، وصل شاهين حمد بن طالب بن شريم المري أيضا قادم بهذه الانطلاقات هو التحديات الجميلة، ومن الجانب الآخر هناك التسلل الجميل والقادم غازي خليفة بن سعيد بن مصبح بن غليطة الغفلي، وهنا يأتي مودع عبيد بن محمد بن يعروف بن مرخان ليقتبي منطلقا بتحدياته وإثاراته الجميلة. وعلى المركز الثامن طايش عيسى بن سالم بن خادم القبيسي من يأتينا بطايش على المركز الثامن. المركز التاسع هنا ربدان أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ويأتينا مسامح عبد الله بن شطيط بن سعيد العمري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، هذه الانطلاقات والتحديات هنا وانطلاقة هذا الشوط. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا ترقبوها بهذا الانطلاق. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق. وهناك شاهين من غير على الصدارة، حمد بن طالب بن محمد بن شريم المري من انطلق بالصدارة وبالمركز الأول. المركز الثاني يأتي شمردة لسعيد بن رغش بن حميد الدرعي، وعلى المركز الثالث من المرعوش الحمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري، والقادم هناك مسامح عبد الله بن شطيط بن سعيد العمري، والوصول هنا من مرموق علي بن سالم بن ذويب الوهيبي من انطلق بتحدياته. وصل مذخور عوض بن مبارك بالحطم العامري من يأتينا سادسا، وفي المركز السابع والقادم أحلى هنا يأتينا سراب بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والإثارة في هذا الانطلاق. خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي من يصل بانطلاقته هو تحدياته. هناك الشامسي القادم أيضا مع الصياد عبد الله بن علي بن عبيد الشامسي بهذا الانطلاق والتحدي. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وشاهين المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المقدمة. شاهين حمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. غادرنا الكيلومتر الأخير هذا الانطلاق والتحدي. المركز الثاني هناك يأتينا مسامح عبد الله بن شطيط بن سعيد العمري، ووصل سراب
سراب هنا بانطلاقته وتحدياته. خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي يوذل الانطلاق هنا بن ياعد مع المرعوش حمد بن عبد الله بخليفة بن ياعد الحميري. ولكن هنا بهذا الانطلاق والتحدي هنا وصدارة هذا الشوط شاهين على الصدارة على المركز الأول حمد بن طالب بن محمد بن شريب المري على الصدارة وعلى المركز الأول. سراب في المركز الثاني خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي. هذا الانطلاقات والتحديات الجميلة ولكن شاهين هو الأقرب للفوز والأقرب للناموس حمد بن طالب بن شريب المري هو في الصدارة في المقدمة وفي المركز الأول هنا بهذه التحديات والانطلاقات هنا في هذا الأداء الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام واللحظات الأخيرة بهذا الانطلاق والتحدي هنا ولحظة وصول شاهين إلى الفوز وإلى الناموس. تهانينا حمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري المركز الثاني. سراب خليفة بن سعيد بن سالم النيبي المركز الثالث. القفاية لسعيد بن عتيق بن علي بن قوم والمركز الرابع مشاهدينا الكرام. وصل مشاهدينا الكرام وقاد راشد بن سعيد بن علي الزرعي من حل على المركز الرابع وفي المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام عند الحمير عند بن ياعد. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام هنا بالانطلاقات وانطلاقتي هنا وتحديات شاهين لحظة وصوله إلى الفوز 6 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لحمد بن طالب بن شريم المري على هذا الفوز المميز. بينما سراب من حل في المركز الثاني وقدم عرض يشكر عليه خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي 6 دقائق 4 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية حل في المركز الثالث هنا. وانطلاقة القفاية هنا ب6 دقائق 4 ثواني 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس هنا أيضا لسعيد بن عتيق بن علي بن قوم لقتبي. تهانينا لجميع الفائزين. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام.